السلام عليكم يا شباب، الليلة موضوعنا العلاقات. انت كيف تخلق علاقة ممتازة سواء مع زول اللي عامل لك الانترفيو او حتى بعد ما اشتغلت مع الناس اللي معاك في الشغل او حتى في الحياة العامة، يعني مع كل الناس. طبعا موضوع العلاقات موضوع مهم يعني. موضوع بتاع العلاقات ده بيبدأ بيك انت ذاتك، يعني انت اهم علاقة تعملها هي علاقتك مع نفسك. إذا عندك علاقة كويسة جدا مع نفسك، أنت بسهولة جدا بتقدر تخلق علاقات ممتازة مع الناس يعني. كلنا عندنا جوانب في حياتنا نحن راضين عنها، اللي هي بتؤدي لأن أنت يكون عندك علاقة كويسة مع نفسك وقابل نفسك ومتسامح مع نفسك. وكذلك بيكون عندنا برضو جوانب في حياتنا نحن ما قابلنا، ولو الواحد ما واعي ولا ما منتبه بيكون برضو عندنا جوانب نحن ما قابلنها، ولذلك بتشتغل في اتجاه معاكس يعني، ما بتخلي الواحد يقبل نفسه شديد. فعشان الواحد يقدر يتعرف على نفسه أكتر، ممكن تسأل روحك مثلا: أنا أكتر 3 أنفار بحبهم بحترمهم بتكيف منهم منو؟ ممكن يكونوا شخصيات عامة، ممكن يكونوا ناس عندك معاهم علاقة شخصية، ممكن تكون شخصيات تاريخية، ممكن يكونوا أي زول. فغالبا الناس اللي أنت معجب بهم ديل هم ناس بيشتركوا معاك في قيم، أو بيشتركوا معاك في كواليتيز هي أصلا عندك وأنت داير زيادة منها. يعني مثلا اذا سألت نفسك: انا اكتر زول او اكتر شخصية مثلا انا معجب بيها منه، او بدون تفاصيل يعني، لانه الاجابة بتختلف، والناس في يعني الناس عموما عندها يعني شخصيات مختلفة كده. فدي نخليها ليك وانتو، نخليها عامة يعني. فالمهم تسأل روحك: اكتر 3 شخصيات انا معجب بيها منه. فقد زي ما قلت لك ممكن تكون شخصية تاريخية، شخصية عامة، زول انت بتعرفه. فال3 شخصيات دي غالبا هم ناس عندهم مع قيمة مشتركة، والقيمة المشتركة دي هي اصلا عندك لانها مشتركة قلنا، ولكن انت داير تطويرها زيادة وداير زيادة منها. فانت كده بتكون عرفت الجانب الايجابي من شخصيتك، اللي هو حاجة مفيدة جدا بتساعدك برضو من يعني تزيد ثقتك في نفسك وكده. وفي نفس الوقت تسأل نفسك: أكتر 3 أو أكتر 4 أنا ما بحبهم منه، يعني الناس اللي ما بينفعوا معك هم منه؟ طبعا دي الغالب إن حيكون ناس انت عندك معهم تعامل، او ناس احتكيت بهم في مرحلة من حياتك، او ناس عندك معهم تعامل حاليا. فالناس اللي انت علاقتك معاهم ما كويسة او ما بينفعوا معاك، ديل برضو مفيدين جدا بالنسبة لك وبيضيفوا لك كتير غالبا ذاته يعني جو في حياتك لسبب. لانه الناس اللي انت ما بينفعوا معاك ديل هم ناس برضو عندهم معاك حاجة مشتركة، لكن حاجة مشتركة انت اصلا ما راضي عنها. يعني لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، يعني انت اساسا اذا مسامح مع نفسك تماما ما مفروض اساسا زول يزعلك. فانت اذا في ناس في التعامل معهم بتزعل، معناه غالبا في سلوك عندهم، في خصلة عندهم، في حاجة هم بيعملوها، حاجة هم بيقولوها، طريقتهم، في حاجة هم بيعملوها انت اصلا رافضة في نفسك، معناه انت ذاتك بتعملها ورافضة في نفسك. فلما تسأل نفسك السؤال ده: الناس اللي ما بينفعوا معي منه وليه ما بينفعوا معي، وتعرف السبب وتقبل انه معناه انت السلوك ده اصلا عندك انت ذاتك وانت ما قابله، بعدين انت سلولي بتبدأ تغيره. وبعدك هتلاحظ انه نفس الناس ديل بيقوم ما بأثروا معاك، او اذا جو في حياتك ناس مشابهين للناس ديل ما بأثروا معاك. دي هنا المرحلة اللي انت بتفهم انه انت بديت يعني تعالج القصة وتتسامح مع نفسك اكتر. فمعنى موضوع العلاقات بيبدأ بعلاقتك مع روحك،
انت لازم تقعد مع روحك وتكبر روحك تماما، وتعرف حياتك الكويسة وحياتك الما كويسة، ولما تصل لمرحلة انت قبلان روحك تماما هتقدر تقبل الناس الباقيين بكل سهولة. فموضوع العلاقات بيبدأ بيك انت. السلام عليكم.